دليل مؤكد على استمرار رسالة حديد المصريين وإصرارها على التغيير المستدام ومصابرتها في مبسوط، والحمد لله ما دفعش الواحد ولا ربع جنيه لاي حد عشان البيت كأب راجع احلى بكتير من الاول. ربنا يبارك فيهم يعني اللي هم عملوا الشغل الجامد الحلو ده، وربنا يكافئهم ان شاء الله. عملت لنا حاجات حلوه خالص يعني، اكتر من اللوكس يعني. تم اعاده اعمار 50 منزل من تعريش وديانات ومحاره وابواب وشبابيك وحمامات وارضيات سيراميك ووصلات مياه وكهرباء، كما يتم فرش جميع المنازل من آثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية. تم توزيع 50 رأس ماشية، تسليم 24 مشروع صغير، زواج 10 يتيمات، وتم توزيع 10 أجهزة تعويضية. حديد المصريين لسه مكملة المشوار عشان تحقق أبسط حقوق المصريين في حياة كريمة ليهم ولأولادهم.